السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجل يهودي يستهزئ بعيد الأضحى، فانظر ماذا حدث له. ولكن قبل أن نبدأ، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو لنعرف كم عدد المسلمين معنا في هذا الفيديو، ولا تنسوا ترك تعليق أسفل هذا الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، يحكى أنه كان هناك رجل ذو نفوذ كبير، وكان يملك الكثير من المال والشركات، ولكنه كان يهوديا ويكره كلمة الإسلام والمسلمين. في أحد الأيام سافر إلى إحدى الدول الإسلامية ليبرم صفقة لإحدى شركاته برفقة سكرتيرته الخاصة، وصادف ذلك أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وعندما أتم الصفقة، اقترح عليه أحد مرافقيه أن يقوم بجولة في المدينة. أخذ يتجول بسيارة فاخرة برفقة سكرتيرته الخاصة، فإذا به ينتبه لشيء أثار استغرابه وذهوله، وهو أنه من حيث ممر بالسيارة يرى الأسواق ممتلئة بالخرفان التي تباع من أجل عيد الأضحى. فسأل ما هذا الهرج وكثرة الخرفان في الأسواق، فقيل له إنه موسم عيد الأضحى، والمسلمون يحتفلون في كل عام بعيد الأضحى، ويذبح خروف على الأقل في كل بيت من بيوت المسلمين. فقالوا بكل استهزاء: إذن يجب علي أن أشتري خروفا لأصبح مسلما، وضحك ضحكة هستيرية. ولما أنهى الرجل جولته السياحية في المدينة، عاد في المساء إلى الفندق الذي يقيم فيه. وفي صباح اليوم التالي لهذه الواقعة، عندما كان يتناول هذا الرجل إفطاره، أخذ هاتفه وبدأ يتصفح إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، فمر أمامه منشور لإحدى النساء المسلمات أرملة وذات أطفال أيتام، تطلب فيه ذوي القلوب الرحيمة أن يدخلوا فرحة العيد على أبنائها، وذلك بالتكفل بشراء أضحية العيد وملابس العيد. فخطرت بذهنه فكرة مجنونة، واستدعى سكرتيرته فورا وأمرها أن تشتري خروفا كبيرا، وأن تشتري الكثير من ملابس الأطفال، وأن تأخذ كل ذلك إلى العنوان الموجود في ذلك المنشور، وأن تعطي كل تلك الأشياء لتلك المرأة صاحبة ذلك المنشور. وأوصى سكرتيرته وقال لها: عندما تسألك عن من قام بالتبرع بكل هذه الأشياء، قولي لها أن المتبرع هو الشيطان شخصيا. وقال لها: خذي معك الكاميرا وصوري ردة فعلها، فإذا قبلت بالكبش والملابس فإني سأنشر هذا الفيديو على اليوتيوب وعلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف أشوه سمعة الإسلام والمسلمين. ففعلت السكرتيرة ما قاله لها، واشترت الخروف والملابس، وأخذت معها الكاميرا، وذهبت إلى بيت المرأة المسلمة وطرقت الباب وبدأت بالتصوير. ففتحت المرأة الباب فقالت لها السكرتيرة: هل أنت من وضع هذا المنشور على هذا الموقع بأنك تبحثين عن من يتكفل لك بشراء كبش العيد؟ قالت المرأة: نعم. فقالت لها السكرتيرة: خذي، فإن هذا الكبش لك وهذه الملابس لأولادك. ففرحت المرأة فرحا كبيرا. والصدمة هنا أن السكرتيرة انتظرت طويلا لتسألها المرأة عن الذي تبرع بكل هذا، ولكن المرأة لم تسألها، بل كانت تنظر إلى السماء وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. وقالت السكرتيرة للمرأة متعجبة: هل أنت مجنونة أم ماذا؟ عوضا أن تشكريني وتسأليني عن من تبرع لك بكل هذا، تنظرين إلى السماء وتشكرين الله؟ فقالت المرأة المسلمة وهي مبتسمة: لم أسأل عن المتبرع، بل أشكر الله عز وجل، لأن الله إذا أراد أن يرزقني فسيسخر لي حتى الشياطين لتخدمني. ففاضت عين السكرتيرة وأعلنت إسلامها فورا، وأوقفت تسجيل الفيديو، وذهبت إلى الرجل اليهودي وسلمته الكاميرا واستقالت على الفور. تعجب الرجل اليهودي ولم يفهم شيئا، ثم فتح الكاميرا ليشاهد التسجيل. فلما مر بمشهد المرأة عندما سألتها السكرتيرة عن المتبرع وسمع رد المرأة الأرملة، صدم من هول ما سمع، وعرف أنه ارتكب خطأ شنيعا، ولام نفسه كثيرا على فعله ذلك، ثم أعلن إسلامه بعد ذلك. في صباح اليوم التالي اتصل بالسكرتيرة وأخبرها أنه دخل الإسلام، وطلب منها شراء الكثير من الخرفان، ثم تقوم بتوزيعها على فقراء الحي الذي تسكنه تلك الأرملة، كما طلب منها شراء كبش له ليكون أول أضحية له بعد دخوله الإسلام. فهذه القصة إخواني الكرام تثبت أن من أراد بالإسلام كيدا فإن الله تعالى يرد كيده في نحره أو يهديه إلى دينه العظيم. رددوا معي جميعا: الحمد لله على نعمة الإسلام،
واكتبوها في التعليقات أسفل هذا الفيديو لنعرف عدد المسلمين معنا في هذا الفيديو. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. إخواني الكرام، لا تحرموا أنفسكم أجر نشر هذا الفيديو، فالدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة. ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.